في الفترة الأخيرة الحديث كتر عن برايم روز بلس ودواعي استعماله وحتى مكوناته وفوائده، فاليوم هكلمكم أكتر عنه عشان تبقي عارفة أكتر عنه، لأني كتير من السيدات بدأت تستخدمه لأنه بيعالج كتير من المشاكل. برايم روز بلس هو عبارة عن دواء على شكل كبسولات بتحتوي على زيت زهرة الربيع كمكون أساسي. قالوا عنه ان هو بيعالج كتير من المشاكل، على سبيل المثال ان هو بيقضي على حب الشباب، بيخفف من التهاب المفاصل وهشاشة العظام، بيعتبر مصدر غني جدا بالأحماض الدهنية الأساسية اللي بتعتبر ضرورية ان هي تحافظ على الصحة جيدة. زي ما قلتلك ان هو استعمالته كتير، اشهرها مثلا على سبيل المثال ان هو بيحسن من صحة الشعر، بيحتوي على مكونات بتساعد ان هي تغذي فروة الرأس وبتعزز من نمو الشعر، بتدعم صحة الجهاز المناعي، بتحسن من صحة المفاصل، بيعزز من صحة الجلد وبيعزز من سرعة الشفاء وبيقلل من تهيج والالتهابات الجلدية وبيحسن من مظهر البشرة الجافة والمتهيجة، بيخفف كمان شوية من أعراض متلازمة ما قبل الحيض. بيعاني كتير من النساء من أعراض مزعجة قبل بدء الدورة الشهرية زي التوتر النفسي والاكتئاب وألم الثدي، فبيعتقد ان تناول كبسولات زيت زهرة الربيع المسائية ممكن يساعد شوية او يخفف شوية من الاعراض دي، وده بيرجع لتأثيره محتمل في تنظيم الهرمونات وبيخفف التوتر النفسي. طبعا ينصح او يمنع بتناول الكبسولات في حالة وجود فرط حساسية اتجاه اي من مكونات الدواء. انصحكم طبعا ان انتوا خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية ان انتوا بلاش تستخدموه الا تحت اشراف طبي متخصص وفي اضيق الحدود. هو يمكن من الادوية او من المنتجات اللي بتدي حاجات كتيرة، او بفضل ان هو كمان بيحتوي على فيتامين اي، فبالتالي فبيفيد في صحة البشرة، الشعر، الضوافر، بيخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، انقطاع الطمس، بيخفف شوية من التهاب المفاصل والروماتيزم. فعشان كده هو استخداماته كتيرة ومتعددة، فعشان كده كمان كتير من الأطباء بينصحوا بيه لأنه حل مثالي لكتير من المشاكل اللي بتواجهنا كسيدات وكمان كرجال. أهم حاجة أن أنت تتبعي نصائح الطبيب وتلتزمي بالجرعة اللي حددها لك والمدة الزمنية عشان تاخدي منه إفادة دون أي حدوث أي آثار جانبية أو أضرار، ولأنه ده زي منتج مع أنه هو مصنوع من بعض المواد الطبيعية، ولكنه بنقدر نقول أنه هو منتج زي أي منتج. لو استخدمتيه كويس بطريقة مثالية هتحصلي منه على فوائد، لو العكس هتحصلي منه على آثار جانبية احنا في غنى عنها.